هذا يسمى عند الفقهاء البيع الفضولي، يسمى عند الفقهاء البيع الفضولي، وهو جائز يصح قول العلماء، بمعنى يتصرف الوكيل في غير ما أذن له، تصرف الوكيل في غير ما أذن له، وهذا موقوف على إجازة الموكل، إن أجازه مضى وإن لم يجزه وجب ارتجاعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري أضحية اشترى بالدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار وكسب الأخرى، صارت بمنزلة الربح بالضعف، فرخص له النبي وأذن له ودعا له، فدل ذلك على جواز التصرف الفضولي. ونستفيد من هذا أيضا جواز الربح بأكثر من الثلث، لأن بعض الفقهاء كالحنابلة يقولون لا يربح أكثر من الثلث، وهذا في نظر الصواب أن الإنسان لا يربح أكثر من الثلث ولا أكثر من النصف، بشرط لا يغبن الناس متى ما غبنهم أو الحق بهم ضررا، لأن هذا لا يجوز، لأن بعض الناس يبيع السلعة بعشرة ريال إذا جاء مغفل قال بمئة ريال، وهذا محرم ولا يجوز، يعتبر هذا غبنا ترد به السلعة.